تابع لفئه الجذاع القعدان، وهناك سياره رصدت لصاحب المركز الاول والسته كيلومترات. هي الرحله المتواصله مع هذه الاسماء المشاركه. كما اتقدم بجزيل التهاني والتبريكات لمحمد بن صالح بن حمد القمرة على فوز الدوحة بأول تحدياته هذا الصباح وحصولها على شلفة الانتاج، ونهني مضمرها ومن غادها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس محمداني المديبلي الملقب بالواصل، من واصل مسيرة التحدي والإنجازات. وأيضا تهانينا والمبروك لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على فوز غيث وتحقيقه للخنجر مع الجذاع القعدان. الانتاج نسير في تحديات هذا الشوط، والمسيرة تسير مع المقدم الباتك يحمل الرقم واحد ومحمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم يتواجد مع البداية ومع التحدي الأول، بينما المركز الثاني أتابع نزاع لفرج بن مسعود بن علي الغفران المري يتواجد ويقدم لنا نزاع في هذا النزاع المتميز وفي هذه المنافسة المشرفة. أتابع المركز الثالث القادم هنا مروح لعبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي يتواجد مع مروح على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الاسم القادم صوغان محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه الهاجري يتواجد مع صوغان الذي بدأ يتسلل إلى المركز الثالث، بينما المركز الخامس أتابع ملفت علي بن سالم بن علي بن دلوان المري مشاركا بشعاره المتميز والجميل والمندفع في تحديات هذا الشوط يحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمسة الأسماء الأولى التي أذعت على مسامعكم بأول نداء مع تحدياتنا لهذا الشوط. نتابع البداية ونتابع المنافسة على صدارة الشوط. من يحمل الرقم واحد يتواجد في المرتبة الأولى. الباتك ما زال غايدا، ما زال محافظا، ما زال مسيطرا على صدارة الشوط. محمد بن علي بن فهيد آل حنيتم مع البداية يتواصل هنا مع هذا الانطلاق التحدي مع تواجد هذا الشعار صاحب نقطة في المحلي الرابع. شكرا يا البرتو، شكرا يا البرتو على هذه المعلومات. وفي رصيده سيارة في المحلي الثاني، رصيده مليان بالإنجازات. يتواجد هنا الباتك مع البداية مع تحدياته مع اندفاعه على البداية وصدارة الشوط. محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم يتواجد هنا يقدم لنا عطاءات الباتك مع البداية، بينما المركز الثاني نزاع ما زال متواجد في هذا النزاع. يتقدم فرج بن مسعود بن علي الغفران المري مع المركز الثاني بن نايفة هنا يتواجد في عمق المنافسة ويقدم لنا صوغان محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري هنا ينطلق في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع هنا قادما بن دلوان مشاركا بشعاره المتميز يقدم لنا ملفت علي بن سالم بن علي المري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعارك يا بن ذروه متواجدا في دائره النداء والاذاعه مع تواجد مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه المري مع المركز الخامس. هذه نتيجه مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمسه المراكز الاولى، للخمس النجوم المنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط مع هذه المنافسه المشرفه التي تجري على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المهرجان والكرنفال.
الكرنفال المتميز التي شاهدنا به المنافسة وشاهدنا به الدعم الغوي والجوائز المليئة هنا مع تحديات. هذه الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان. الباتك 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 ما زال مع البداية، ما زال غايدا يرقص طربا هنا في مقدمة الشوط، يحمل الرقم 1 ويريد أن يواصل مسيرة التحدي ومسيرة الإنجازات. محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم هو بن سلعان، بن سلعان هو من يتقدم، من ينطلق مع البداية مع الباتك الذي ينفرد في مقدمة هذا الشوط. يسير بخطى ثابتة، يسير بخطة الكبار، يسير بخطى متميزة في تحدياته وبانفرادته على صدارة الشوط. ولكن نتابع المركز الثاني، المركز الثاني نزاع نزاع نزاع، فرج بن مسعود بن علي القفران المري ما زال يتواجد في هذا النزاع الجميل المجدور هنا في عمق المنافسة والتحدي. المركز الثالث غاتم بن دلوان يقدم لنا ملفت، علي بن سالم بن علي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا القادم صوغان محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجي، وخامسا وصل هنا بأول نداء عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. ولكن الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، والباتك ما زال مع البداية، ما زال غايدا لهذه الأعداد المشاركة والمندفعة في صدارة هذا الشوط. آل حنيتم مع البداية يريد يضيف السيارة الثانية برصيد الباتك. إذا استمر على هذا العرض المتميز والأداء الجميل الباتك مع محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم يتواجد مع البداية، ما زال منفردا في مقدمة هذا الشوط. ولكن ملفت مع بن دلوان غادم علي بن سالم بن علي المري مع المركز الثاني، وثالثا عناد يتقدم راشد بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثالث. ولكن الباتك 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 ما زال يقترب، ما زال مع البداية يقترب. ملفت يقترب مع بن دلوان يريد يحقق هذا الانجاز، ولكن الباتك ما زال صامت. ملفت هنا يضغط وهنا يواصل مسيرة الضغط على المقدمة. الباتك وملفت بن سلعان وبن دلوان في منافسة شيقة من أجل ناموس ومن أجل انتصار. ولكن تسلل ملفت مع اللحظات الأخيرة والخطيرة. علي بن سالم بن علي بن دلوان المري هنا ينطلق مع التحدي الأخير ومع ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لعلي بن سالم بن علي بن دلوان المري على فوز ملفت وتحقيقه للإنجاز. تهانينا يا أبو علي على هذا الانتصار لراشد بن علي بن دلوان المري، من تابع ملفت إلى خط النهاية محقق الناموس هذا الشوط. المركز الثاني الباتك محمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم، المركز الثالث عناد راشد بن عبد الهادي الشهواني، المركز الرابع وصف المركز الرابع عزل محمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، المركز الخامس وصل سلهود لسهيل بن هادي بن علي بن حفار المري. إذن مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، ها هي المنافسة المشرفة مع تحدياتنا لهذا الصباح. فكان ملفت حاضرا بتمييز هذا الشعار 9 دقائق 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن علي بن دلوان المري على فوز ملفت وتحقيقه للإنجاز. المركز الثاني الباتك 9 دقائق 9 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم على فوز الباتك في المركز الثاني. المركز الثالث عناد 9 دقائق 12 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني على فوز عناد في المركز الثالث. الكلمة مع الزميل الكريبي.